يعني بارت من البيمنت هو اللي انا مثلا بستعمله اذا حدا بيحول لي من بار لبار من بارات لبنان للبنان حتى ما يقطع البنك. So we're gonna mention it. It's not the optimal solution. I'm not here from a financial perspective to get money, but it's the best available option مع الوضع الموجود إلا إذا أقرب الدولة إنه عن جد فلاش ماني بيقدروا الأشخاص يطلعوها قسيطة يعني بالقانون اللي عم يعملوه بالوزارة. So until now we have 17 voting and we have 43 participants. We're going to have many questions throughout the session. So would you please make sure that you're vaccine and so Slido, ya ala your phone, ya ala your web, and you logged in and answering Haidal Pin and Ubayan Asleen and answering the question. Yala, nahla 2 minutes to manbalish, but to make sure that everyone has joined. All right. We will wait. Meanwhile, and so على slide بس يخلص يعني هيقول يكون بعدين من الأسئلة. But you can put any question you have once we close the poll. تحتاج كمان أراهن أن تبقى able to answer the question along the way. So هلا هيك good news أصلا إنه almost يعني 50% لا أكثر مرة 50% بين أصل كمال وإمبلوي. هلأ حتى أنا يعني كان شفيق عم بيقول إنه أنا I have Libro بس إنه مثل أغلب الأشخاص اللي تأثروا بالفاينانشال كرايسس so no I'm working remotely من هون لـ UAE مش throughout هدول البلاتفورمز بس throughout يعني الكونكشن. عشان هيك أنا I want to mention LinkedIn on how we create your professional PR لأنه البروفيشنال PR is very important to try to get opportunities and general work opportunities or remote. Yeah. Thomas is not clear. شباب بدي اطلب بليز من الكل الموجودين معنا يعملوا ميوت بس سارة هي تحكيتها تكون الصوت اوضح للجميع. اوكي الثيم في بعض الاشخاص عم بيحطوا الارض على البيت. So as I told you what we're gonna check today هو الثيم الاشخاص اللي عم يسمعوا بليز الارض والهيدا بس to make sure انه we're not doing them. حنشوف شو هو رح يكون the future of job in the next 4 to 5 years لانه انا اذا بدي اشتغل على حالي اعرف اي سيرفس اطورهم ولاقي ريموت ورك بدي اكون انا عارف اصلا شو هي الوظائف اللي رح تكون افيلبل انا اقدر اعملها اونلاين او حتى شو رح يكون مستقبل الوظائف ككل. واصلا طالما نحن رايحين وعم نستعمل هالقد التكنولوجي كل يوم قسم كثير كبير منه لو شو ما كان الباك جراوند تبعي لو كنت انا اكونتنج لو كنت حقوق لو كان حيلا شيء لازم يكون عندي بارت اللي خاصه بالديجيتال سكيلز وكيف انا اقدر استعمل كمبيوتر ان ذا موست اوبتيمال واي لاقدر انا الاقي انا ريموت ورك اوبورتيونيتي. So, حنقضي شوية وقت. I'm gonna be very quick بالسيشن لأنه we had only 1 hour مثل ما حكينا مع شفيق. بس أنا هيدول السلايدات كلهم I'm gonna share with you the link. So, بتقدروا أنتم ترجعوا تشوفون على رواق and feel free to ask me any question if you want يعني even after the webinar. We're gonna show quickly على how to write your CV لألكم ليه لأنه حتى على remote work platforms if you want to create your own portfolio أو بدكم تخلقوا البروفايل تبعكم you have to put the information تكون عن جد valuable وتكون attractive لأنه لما نحكي نحن remote work platform يعني Upwork أو Upstart اللي حنشوفه عنا ملايين الأشخاص they log in على هول الابليكيشن فكيف تخلوا البروفايل تبعكم to stand out لتقدروا انتم تلاقوا الوظائف بأفضل طريقة يعني لتقدروا انتم to get actually the project to land the project. هنحكي على LinkedIn كمان بكي وبالآخر حنشوف الريموت ورك بلاتفورم وسام يوز التولز اللي معقول تحلوا حياتكم يعني اللي بقي يوز خصوصا انه هلا نحن لوك داون.
هيدول الستارتس اللي حنشوفهم على الفيوتشر اوف جوبز هن اللي قطعهم من الورد ايكونوميك فورم بالفيوتشر اوف جوبز ريبورت بسنه 2018. سو الفكره انه بسنه 2018 احنا تقريبا الهيومن عم يشتغلوا 41% من الوظائف و 29% ار اوتوميتد. إذا أنا بدي أشوف شو رح يكون الحالة within 4 years، يعني in 4 years شو رح يكون الأبديت؟ خلينا ما حيولع أنا حيقولوني. In 4 years تقريباً حتصير almost 50-50، نص الجوبز حتستلمهم الماشين، لما أنا أحكي ماشين يعني software، هول software that we download كثير قصص نحن بننزلها application هلا. يمكن ما بعرف البي تي بدل ما انا تو جو اند باي يمكن تجي $50 بالشهر، عم بقدر انا نفس الابلكيشن $7 بالشهر بقدر انا امشي فيها واعمل البروجرام تبعي. مش عم نقول الافشنسي هي زيتها، بس a lot of companies are going towards automating. لغايه كثير انا بقول employees اقل لانه هيدا الطول عم يقدر يعمله. هلا الشيء اللي نحن بدنا نسال حالنا فيه، هل هيدا الموضوع بده يخوفنا؟ يعني هلا انا عن جد جاي الاله وتاخذ محل الانسان وحيبطل عنا وظايف بس لانه كل شيء عم بيصير اوتوميتد؟ لا، هيدا الشيء مش مضبوط، لانه انا رح اكسب 45 مليون وظيفه in the next 4 years، بس انا رح اربح بالمقابل 133 مليون وظيفه. بس مش معناتها اذا انا طورت المهارات تبعي اللي بتتناسب مع الفورث اندستريال ريفولوشن مع النيو سكيل سيت اللي انا عندي اياها definitely انا بقدر لاقي محل بالماركت وبقدر لاقي وظيفه. بينما اذا انا ما طورت حالي وما طورت كل المهارات اللي هي لازمه ممكن كثير عن الفورد، وهون ما عم نحكي بلبنان او بدول العالم الثالث، هيدا الموضوع في ريسك كثير كبير بنص سويسرا بامريكا everywhere، لانه في عندنا ستيل جاب كثير كبيره. الماركت كان عم يذكر مش كل الجامعات، بعرف نحن بلبنان عندنا جاب بين الجامعه والماركت، بس حتى بدول العالم ستانفورد يونيفرسيتي ما بيلحقوا يعملوا كوبينج مع الفريق اللي بيضلوا يعملوا له ابديت لانه بقلب الجامعه بده يقطع بمسار الواحد، which means كل العالم اذا ما هن عم يعملوا سيلف ديفلوبمنت صاروا بيس انه هن ما يقدروا يطوروا حالهم انه يقدروا يروحوا على الماركت. وبس ولكن في كثير شغلات فيسبوك مثل جوجل وغيرهم هلا اخر همهم اذا واحد معه شهاده بس اذا قادر يفرجي هو شو اشتغل اكشلي البروجكت بالاشياء العمليه. يعني الشهاده لحالها دبلومه مش هي اللي بتعطينا الفاليو، نحن بنعطي فاليو لو ما عندنا دبلومه، وهيدا ما بيبين الا بالشغل اللي عملناه، وحنشوف كيف الشغل التطوعي كثير مهم، لانه انا مش على طول حقدر اعمل بروجكت تطلع لي مصاري، بس ما لازم هيدا الشيء يكون شو الصف لإلي، انا لازم اعمل اكسبيرينس وطور هيدي المهارات تبعي، بالاول بتكون فور فري، وايفنشلي رح ارجع اطلع مصاري منها، وبتفيدني كثير. يعني حنشوف قديش العمل التطوعي بتفيد الشركات compared للعمل العادي. إذا أنا بدي أقول يعني هيدا I'm gonna go through it quickly، بس إذا بدكم in general شو الوظائف اللي أنا رح أكسرها؟ إذا أنا بجي كل يوم مثلا بعمل data entry، عندي هالإكسل شيت، عندي ورق بعمل data entry، هيدول الأشخاص اللي بعمل نفس الوظيفة كل يوم بلا ما أغير فيها سنة ورا سنة ورا سنة، هيدا definitely معقول يقدر الكمبيوتر يعمل لي اياها مور افشنت، لانه نحن بنغلط كهيومن بينغ، عاده الاله بتغلط اقل، وقت اسرع بكثير بدل عم تشتغل ليل نهار الكمبيوتيشن تبعها عاليه. بينما هيدي الاله بالنهايه مين بده يعلمها كيف تشتغل؟ مين بده يعرف يستعمل هيدي التكنولوجيا الجديده؟ لانه انا شو ما كان السوفت وير اللي عم نزله في حدا عم يعمل ديزاين لهيدا السوفت وير، شو بدها تعمل هيدي الابلكيشن؟ بدي اشخاص اكسبرت عندهم خبره بهيدا الدومين المعين ليقدروا هن يعطوا هيدي الداتا لحتى يقدر السوفت وير يشتغل. وبدي اشخاص يعرفوا كيف يرجعوا يطوروه ويستعملوه، وطبعا بدي اشخاص يعرفوا كيف يعملوا ديفلوبمنت، يعني المبرمجين اللي بدهم يكتبوا لي كل هيدول البرامج لانا اقدر استعملها. عم نشوف نحن هلا مع الكورونا فايروس قديش الهيلث تك مهم. صحيح اطباء وصحيح نيرسز يمكن ما دخلهم بالتكنولوجي، بس عم نشوف انه يمكن هالقد عم بتكون نتائج سريعه، ليس لحالها اللي بيقولوا انه قبل كنا نقول البترول هو اهم عمله بالعالم، بينما العمله الحقيقيه هي الداتا. عشان هيك بنلاقي شركات مثل جوجل وفيسبوك ممكن تكون طبعا حتى اكبر من صوت الجفرمنت، لانه عندهم هيدي المعلومات عن كل الاشخاص اللي هم سبسكرايب عندهم على الابلكيشن. So data is the new oil. كيف أنا بدي جمع data
كيف بدي اشتغل بهيدا الداتا، هيدا الشيء كمان مهم، وهيدول نوع الوظائف اللي رح يكونوا كمان مهمين. حتى بما يتعلق بالماركتينج، اذا انا بدي اطلع هلا على الجامعات بعدنا مندرس ماركتينج، كيف انا بحط على البيلبورد او كيف بحط قصص ثانيه، او حتى اذا بدي اعلم الاشخاص كيف يعملوا ديجيتال ماركتينج بدهم يروحوا يكتبوا على البوست على فيسبوك. بينما هي حتى الماركتينج صار في علم بيانات من ورا، لانه انا ما في ادفع $100 بس على دعايه على فيسبوك بلا ما انا اقدر اطلع ROI اللي هو ريتيرن اون انفستمنت. يعني انا دفعت $100 على الاقل انا بدي ابيع $100 فما اكون خسران. فهيدا العلم اللي انا كيف اتاكد عم طلع مصاري اكثر هو كمان في فرق منه علم البيانات. حتى لو انا ماركتينج باك جراوند فكثير مهم انه انا اعرف اتعاطى بقلب الداتا. الهيومن رول كثير مهمه، لانه قد ما الماشين اشتغلت الماشين ما فيها تكون هيومن، عشان هيك بطل يسمون بس سكيل، صاروا عم يسمون هيومن سكيل. الهيومن سكيل هي كل شيء الاله ما فيها تعمله. يعني انا اذا بدي اقدر بيع سيرفيس بدي يكون عندي مهارات معينه لاقدر انا ابيعها. اذا انا الوقت وليد اكيم، اذا انا مثل اعتبره انا هلا كيف بدي اقدر اطلع لبنان الوضع اللي انا فيه كحكومه دفنتلي قد ما نحن كان عندنا داتا واوتوميشن ما بتكفي. I need the right leadership، التيم المضبوط اللي عنده needed human skills انا اقدر احسن الوضع اللي انا فيه. كل الاشخاص عندهم innovation is very important، اللي هي انا مش اذا صار عندي مشكله بتسلم وبقول ما بقى فيني اعمل شيء. innovation هي لما انا حتى بقلب شركه ما بسمع عند المدير تبعي مثلا بقول له والله عندي هيدي المصيبه ما بعرف شو بدي اعمل ببر راسك، بدي انا اطلع على طول مع حلول بديله اقترحها فيها innovation. لو كنا عم نخبط انا ياما خبطت بحياتي بس علمت انه next time جرب لاقي solution ثاني لانه هيدي كانت غلط. فالinnovation is very important. وثلاث ارباع الانترفيو question هلا بيصيروا عم بيصيروا لحتى يقدر يشوفوا قديش الانوفيشن ليفل عند العالم عالي، قديش اذا نحن عطيناكم كيس اغلبهم عم بيكون كيس قديم. يعني اذا انا عطيت كيس للاشخاص كيف هن عم يحللوا هيدا الكيس وكيف عم يقدروا هن يردوا علي وكيف عم بيجاوبوني شو الافكار اللي عم يطلعوا فيها، عم بيكون something very important interacting candidate كمان. كل شيء خاصه بالactive listening، يعني انا شلون active listening، يعني انا كون عم بحكي انا وشخص في فرق ما كون انا عم بحكي معه ناطر ليخلص لجاوبه، بكون عن جد عم بسمع لبيس على اللي عم بسمعه اياه انا اعرف شو جاوب. نحن كلنا بنفكر انه we are doing active listening، بس صراحه هيدا شيء صعب الواحد يعمله. we need to practice كل الوقت، خصوصا لما نكون ب emotional state ونكون stress انه نحن عن جد نقدر نعمل active listening. بس هيدا what makes people be better leaders. يعني حتى بالتكنيكال فيلد ممكن شخص يلاقي وظيفه احسن بكثير لو في غيره تكنيكلي اقوى، بس لانه هو عم يقدر انه يخلي كل التيم وكل الاوتكم تبع التيم يكون اقوى. soft skills are very important وهيدول لازم نعرف السيري، بس we need to practice them كمان، مش نقنع حالنا انه عنا اياها. انا كثير علقت باخطاء، كثير اخذت فيدباك، وبعد المشوار قدامي طويل بدل اتعلم بكل هالقصص، لانه على طول في هيدا النكست ليفل اللي نحن بدنا نتعلمه من هيك شغل. بالنسبه لموضوع السكيلز اللي هي نيدة، تقريبا عالميا حنشوف انه 42% من اليد العامله نحن بحاجه لنعملها upskilling، يعني يحسنوا المهارات تبعهم والا ممكن يصيروا بخطر يكونوا عاطين على العمل. اذا بدي اطلع بهيدا الجراف هون شوف انه تقريبا حاطين بالستاتستيك 13% بدهم اقل من شهر، شهر يعني عم بحكي شهر كامل يقعدوا الاشخاص يشتغلوا على حالهم ليقدروا يطلعوا المهارات المعينه. في ريسكيلينج بحاجه من 3 لـ 6 شهور، باكد لكم انه ما في ولا شركه رح تجي تستثمر بموظفينها 6 شهور تكون هي عم بتمللهم وهن بهالوقت ما عم بيكون عندهم انتاجيه بالعمل، عشان هيك عندنا دور كثير كبير بالسيلف ديفلوبمنت تبعنا لحتى نقدر نعمل هيدا الشيء، ورح نشوف هلا شو هن الفري كورسز. انا بجرب بكل شيء بالويبينار تقولي حط الفري ستاف especially مع هالكرايسس اللي نحن ماشيين فيها هلا، شو القصص اللي ممكن نستعملها ببلاش وتقدر تفيدنا بالمشروع. بالنسبة للكي ليرنينج بلاتفورم، أنا عاملة شانل على يوتيوب لأنه هلا حيكون سريع الويبينار، كيف قلبها كل الديتيل، كيف حضر للسيفي، كيف استعمل لينكد إن، كيف حضر للانترفيو، كيف اكتب ايميلات، شو رح يكون مستقبل الوظائف بس إن مور ديتيل. سو يو كان تشيك هيدا الشانل عم بسمع هنيك سبيسيفيك ليه لحتى لا يكون في كل الديتيل. في يوديمي، إدي إكس، أليسن، جوجل ديجيتال جراج،
من هولي كلهم بيحطوا، انا حابعث لكم هيدا هيدا البي دي اف، هيدول كلهم بيحطوا 3 كورسز اونلاين فيكم تاخذوهم وتطلعوا شهادات. وهلا في كثير منهم عم يعملوا سبيشال اوفرز سبيشلي مع اللوك داون از ا كايند اوف ديسترت، عم يعملوا حتى يو كان جيت سيرتيفيكت فور فري اذا خلصتوا الكورس، بس حتى يشجعوا العالم يعبوا وقتهم بشيء مفيد بهيدا الوقت باللوك داون. هيدي إذا أنا بدي أطلع بالميدل إيست أند نورث أفريكا، لأنه الأشياء اللي نحن بنقولها أنا تنظمت نقول ما هيدي بأوروبا أو بأمريكا مش مضبوط إنه كمان عنا إياها بالمنطقة بالشرق الأوسط، بس النيت تبعنا كمهارات وكسكل اللي بالشرق الأوسط هي ذاتها مثل بأوروبا ومثل بأمريكا، ما في فرق أبدا. فما نقنع حالنا إنه لتوصل هيدا التغيير لعنا بدنا كثير وقت، لأنه هيدا التغيير أوريدي وصل يعني. وإذا ما قدرنا to cope in the right time we might stay behind. بالنسبة للينكدإن هيدول الداتا from LinkedIn coming عم يحكوا على أداة soft skills كمان needed the marketplace صاروا، وحتى بالريموت ورك جوبز على فكرة في بالريموت ورك opportunities مرات projects بيكونوا على 3 أشهر على 6 أشهر وبيعملوا interviews معكم قبل ما أنتوا تلاقوا الوظيفة. وبهول الانترفيوز they test a lot soft skills تبع الأشخاص خصوصا اللي عم يشتغلوا عن بعد، لأنه بدي أتأكد عندهم the right time management بيقدروا يعملوا communication مع التيم حتى لو remotely مش موجودين معك، وهذا الشيء is very important. وإذا كمان بدي أطلع again بالميدل إيست ونورث أفريكا بالمينا ريجن بلاقي إنه 93% من الشركات كمان بيعتبروا هذا الشيء ممكن يكون as more priority من إيثن التكتب. إذا بدي أحكي creativity اللي أنا أطلع بأفكار جديدة، ما أنطر غيري يطلع بالأفكار عني، يعني نحن هلأ عنا هيدا الكراسس بالأثنين، كيف الشباب اللي جربوا عم يعملوا الفنتيليشن للمكنة، كل واحد بدي يجرب يشوف بالإطار اللي هو بيعرفه كيف في يساعد، مش كلنا فينا نساعد بنفس الشغلة، بس بدنا نجرب قد ما فينا لحتى لا نقدر نطلع من الوضع اللي نحن فيه، لأن يمكن هلأ ممكن يكون عنا مشكلة صحية من شهر وبالطالع حيصير عنا مشاكل اجتماعية واقتصادية إذا ما طلعنا بكثير إنيشيتيف لحتى لا نقدر نصلح هذا الموضوع. وصدقوني أي ما إنيشيتيف تطلعوا فيها إذا بتحطوها على البورتفوليو تبعكم أو على السيفي تبعكم إنه بالوقت اللي كان كل شيء بالحضيض نحن جربنا نطلع ونعمل هيدي الانوفيشن ونكون بوزيتيف بتأثر كثير عندكم بالانترفيو وبتعطيكم علامات كثير كمان عالية. كل شيء نحن عم نعمله بتأثر علينا بالبورتفوليو اند لاندينج والاوبورتيونيتي. بيرسويشن كيف انا اقدر اقنع الاشخاص. تايم مانجمنت از فيري امبورتنت لانه وي اولويز هير انا ما عم بقدر لحق، كيف بدي لحق اشتغل واتعلم واعمل سيلف ديفلوبمنت اذا عندي عائله وكيف بدي اعمل تيمول. اذا عم بدنا نحط نحن كاجوال بالبيت نقدر نعمل سو اسيرتن اكسس، ما عم نقول نحن روبوت بدنا نرتاح ومرات بنكون تعبانين، بس بنفس الوقت اذا نظمنا وقتنا بيقدر يطلع منا دبل عن ما نحن بنفكر يطلع منا. كل شيء خاصه بالكولابوريشن ما نضل خايفين حدا يسرق الفكره تبعي، حدا يخذل الموضوع عني، لانه كل ما نحن قدرنا اجتمعنا مع بعض كل ما نحن قدرنا طلع منا اكثر، ما بقى حدا لحاله يقدر يلحق، لانه قبل البروجكت كنا بدنا نشتغل عليه بحاجه نحن للسلسله منوعه وما حدا منا رح يكون عنده كل السلسله كامله. فعلى طول بالبروجكت كولابوريشن عم بيكون موضوع كثير مهم، عشان هيك حتى بالشركات عم بيروحوا اكثر فلات صاروا اكثر عندها هيدي الشجره اللي مدير فوق مدير فوق مدير، لانه الكولابوريشن بقلب الجروب عم تقدر تعطي نتائج افضل. Adaptability اللي أنا أقدر أكون أكثر flexible، يعني إذا أنا صار عندي مشكلة أو مثلاً صار طلبوا مني أعمل شيء مش موجود على job description تبعي مش دغري أقول ما بدي، هون ما عم نقول كمان الواحد يتحول لستيبل، يعني يخلي الواحد يعطل عليه، حقنة ضرورية، بس أنا عم أقول نكون شوي flexible بأنه أنا أطلع من الكومفورت زون تبعي وأعمل new kind of stuff لأنه بس من اللي we're gonna learn from. أرى انا اللي عم اقوله انه انا انا ماني software developer، انا ما بكتب كود ولا بحياتي كتبت كود ولا بحب حتى اكتب كود، بس هي اللي نحن عم نقوله انه technology عم بتصير everywhere. انت لما تفتح ويب سايت مثلا هلا بتكبسه من كبسه لكبسه لكبسه، هذا شيء اسمه user experience. تعرفوا اذا فتحت ويب سايت
SQL. الماركتينج مثل ما قلت لكم صار في بارت منها ديتا. Definitely knowledge بالتكنولوجي صارت ضرورية لشو ما يكون الاختصاص طبعاً، بس أبداً نحن مش بحاجة يكون الكل مبرمجين. Example الثاني الاركيتكت هلأ اللي عم يتخرجوا. الاركيتكت اللي بيعرفوا مثلاً يرسموا على البروغرامات البرمجة التاورز اللي هن بيبرموا هيدول عم يقدروا تجد سالري بوزيشن كثير عاليين، غير الاركيتكت يمكن اللي ما بيعرفوا غير يعملوا البنايه از از بطريقه نورمال، لانه هذيك قدروا يطوروا حالهم وقت اللي يشتغلوا على حالهم، فهي بس نعمل نحن هيدي الاديشنال ستاب انه انا شو بدي يميزني عن هالالاف من العالم اللي عم يتخرجوا، اذا حكينا بس بلبنان، من الاف العالم اللي عم يتخرجوا، حتى اذا انا كنت سوفت وير ديفلوبر، اذا انا تخرجت وما طورت حالي ممكن حدا ما بعرف عامل فاشن ديزاين ينجح اكثر منه ب 100 مره. هي مش الاختصاص اللي بيعملنا، هو نحن كيف بنقدر نخلق الكارير باث تبعنا ونشتغل عليه وما نسمع على الستيريوتايب تبع كل العالم اللي حوالينا. ليشو هيدا الاختصاص؟ ليشو هيدا الشيء اللي انت حابين تشتغلوا عليه؟ المهم انتم تكونوا مأمنين بحالكم والخيار اللي عم تاخذوه مبني على شيء علمي، مثل انه تعرفوا انه هيدا الشيء رح يكون مطلوب بالماركت وانا عندي فاشن عليه بعمله، لانه نحن المجتمع تبعنا منه بعده بالطريقه شوي القديمه بالتفكير بشو هن الاختصاصات اللي هي منيحه واللي عن جد تعتبر برستيج بعد برستيج. لازم نطلع من هيدا الموضوع ونعرف انه بحي الاختصاص الثاني يمكن انا بدي اكون عم بطبخ، بدي اعمل شو ما كان، بدي اكون شاف، بدي اكون الديفنس، انا شو عم ضيف لكون مميز عن كل العالم اللي عنده نفس الاختصاص تبعي. Soft skills طبعاً how do we acquire them؟ أول شيء by constructive feedback، وهون نحن بدنا نتعلم كيف نعطي feedback بطريقة ما نكون عم ننظر، بس definitely كيف أنا أخذ هيدا feedback وأعرف طور حالي. كل شيء خاص بالvolunteering work and community work. ما بعرف قديش منكم هون you have volunteer work، but volunteering is very important لأنه especially للجونيورز يمكن مش اللي هن سينيورز. كيف انا بدي اقول انه انا عندي soft skills؟ لانه انا اذا بطلع على السيفيات تبع students والfresh grad او حتى اللي عندهم سنتين ثلاثة خبرة بحطوا great communication skills, great leadership skills. طب نسألهم how did you acquire هيدول skills؟ ما بيعرفوا يجاوبوا لانه they didn't have any experience، بس حاطينهم لانه حلوين على السيفيات. ما في شيء حلو على السيفيات غير انه انا اقدر برر كل هالسكيلز اللي انا حاطتهم. So part من انه انا بين soft skills تبعي هي throughout community work. والنقطة الثالثة بـ my own personal relationship، إذا أنا كل ما حكيت مع حدا بتخانق أنا وياه، which means أنا في طريقة بالcommunication تبعي مزبوطة، ما في يكون great communicator at work و very bad communicator in my own personal relationship. So يمكن if my training قبل عنا قبل ما حتى لنطلع على professional world، إذا نحن عم نعرف نقدر نوصل الأفكار ولا لا حتى بالمجتمع. أعطاني reminder إنه you can ask all your questions if you have على ال على السلايد، لأنه مش حقدر أشوفهم كلهم على زوم بالشات اللي هنا عم يبعث. أرا بس بدي أعطيك شوي. بالنسبة للبراندينج للسكيلز طبعاً، يعني كيف لو عرفنا نحن كيف بدنا نعمر كل هيدول السكيلز، عرفت أنا شو سكيلز بدي أشتغل عليهم، أخذت ريكورسز طلعت سيرتيفيكيت. طب كيف هيدول أنا بدي أفرجيهم للريكروترز أو للي بدهم يوظفوا لحتى أنا أقدر لاقي الوظيفة اللي بدي إياها، أو حتى إذا كنت أنتربرينور كيف أنا بدي أعمل بيتش؟ لأنه نحن بنعرف حتى اللي عندهم ستارت أب الإنفسترز عادة ما بيدفعوا بالأفكار، لأنه الفكرة بنلاقيها بتتكرر مرات كذا مرة، بيدفعوا لأنه بيأمنوا بالأشخاص اللي هن عم يشتغلوا بقلب هاي الستارت أب. عشان هيك البروفيشنال براندينج إذا كنا أنتربرينور أو كنا نحن إمبلوي هذا الشيء كثير مهم. أول شيء بتكون من خلال السي تبعنا وهلأ حنشوفه كويكلي، من خلال أول بريزنس على السوشيال ميديا، وهون لما أقول سوشيال ميديا حتى للإمبلوي العادي مش بس لينكدإن، لينكدإن وفيسبوك، شركاتنا يقدروا يعرفوا تقريبا شخصية الموظفين اللي هم بدهم ياخذوهم، بيفوتوا على فيسبوك and they check all the public posts تبع الأشخاص، فكثير مهم نحن نعرف how to manage كمان هيدا الموضوع efficiently. So كل السوشيال ميديا والسي طبعنا as part of the branding. بالنسبة للسي preparation بدي أخبركم أنه هلأ أغلب الشرق صاروا عم يستعملوا صفوة ليعمل سكرين، مش أنه مش أنا بأخذ الـ HR، يمكن نحن بلبنان بعضهم كتير
كثير شرط الأشغال بياخذ ورقة CV بيقراها، بس في أغلب الشركات صاروا بيعملوا software. هلا حقلكم كيف دي الشغل. أول شيء فرضنا أنا HR شفت هيدا CV بقدي عليه maximum 10 ثواني، إذا ما كان attractive enough كيف لدي حالات رسمية بيقولوا إنه إذا خطنا بشع ما بيعطونا علينا وبكذبوا عدنات سيبيات نفس الشيء، لأنه كونتاكت والأشقار عم يصلون آلاف مرات للسيبيات. So your CV should stand out لحتى لا الأشقار to look more into detail. وكيف عادة بيشتغلوا software اللي هم بيعملوا screening للسيبي؟ بكل أنتو job بيكون عندكم job description، الشركة حاطة job description. يعني إذا أنتو عملتوا CV واحد ورشيتوه على كل ما في شيء ويب سايت للوظائف، إذا كانوا عم يستعملوا سكرينينج سوفت وير عندكم احتمال 90% ما حدا يرجع يدق لكم ولا يحكي معكم. لازم تعملوا كاستمايزيشن للسي في على الوظائف قبل ما تقدموا، تو انكلود الكي ووردز اللي هن موجودين بالدروب ديسكربشن، وهيدي حتى بالريموت ورك وحتى كثير لاندنج امبورتنت. بدي انا فرجي انه انا الشخص المناسب لهيدي الوظيفه المكان المناسب، لا بدي فرجي هيدا الشيء، بدي اكون عم بستعمل الكي ووردز اللي هن موجودين عندي بالجوب ديسكريبشن حطهم انا بالسي في. هلا بتقولوا لي طب انه انا كل شركه بدي اجي اعمل ابديت للسي في تبعها، تو بي رياليستيك انتم بدكم تحطوا شو هن التوب 10 كومبانيز او توب 10 بروجكتس انا بدي اقدم عليهم. اعملوا كاستمايزيشن لهول العشره ورجعوا اعملوا ديفولت فيرجن للسي في بتقدموه على المحلات البقره. بس اذا في وظيفه معينه عم ضربتكم اياها it needs hard work. يعني انا بنظري للواحد اللي ضبط السي في تبعه مضبوط إذا صلوا هاملوا فترة، نحن بحاجة أكيد ليومين كاملين لنحن نضبط السيدي تبعنا. والسيدي ما عم بحكي بس كشكل، السيدي عم بحكي كونتنت. وهلأ عم نحكي هون كيف بدنا نضبط الكونتنت تبع السيدي، لأنه most of the remote work platforms حتى مشغولين تعملوا أبلود للبورتفوليو تبعكم أو تعملوا أبلود للسيدي. بالنسبة لعدد الصفحات الريكومندد ماكسيموم يكون 2 بيجز، بس هون بتفرق من بلد لبلد. يعني كل شيء امريكان سيستم عاده بيقولوا ماكسيموم تو هاف 1 بيج، يعني ما بتفرق مثلا عنده 1 بيج للسي في تبعه. بس بيوروب في منهم بحبوا عدد صفحات اكثر. هون بالمينا ريجن مينلي 2 بيج از ماكسيموم. وحكينا على الكستمايزيشن فور ذا سي في ذات نيدد. بالنسبه للفورمات تبع السي في تبعنا في شيء what we call infographic CV. Infographic CV بيكون شكله almost هيك. هلا هول عادة أكثر بيكونوا مطلوبين، بينطلبوا أكثر إذا الأشخاص يمكن designer, architect، لأنه it's a way to show كيف أنا design تبعي والقوة تبعي بالديزاين لهذا الموضوع. بس إذا أنا ماني designer مش ضروري أعملها هيك، بس ضروري يكون CV مرتب. يعني مش يكون فوق عند خط 16 تحت عند خط 10 فوق تانج نيو رومان تحت اريال الخطوط مش مضبوطة، لانه اذا نحن ما عملنا استثمار بالسي في تبعنا بدي يقولوا اذا حدا هو مستنشق بالسي في تبعه انا ليش بدي اجي استثمر فيه وقتي. سو كثير ننتبه للفورما يكون حلو قبل ما نبلش نقدم على الشركة، نبعثه لاربع خمس اشخاص ممكن نعتبرهم منترز بالنسبه لنا تو جيت ذا فيدباك بيفور وي ستارت ابلاين. للي منه اللي هو حابب يعمل يضبط الفورمات تبع السي في وبده طول سهل، انا بستعمل كانفا على طول. كانفا ثلاث ارباع التمبليتس اللي عليهم ببلاش، وفي محل بتفوتوا فيه ريزومي تمبليت سي في تمبليت فور سي. انا لانه ماني قويه بالديزاين بس بستعمل التمبليت كلهم تبع كانفا اذا كان لفيسبوك بوست لانستا بوست او وات ايفر شيء القصص اللي بدكم اياها بتخلقوا التمبليت واتس فيري ايزي. So you can create your CV على هون لأنه Microsoft Word ما بيطلع مرتب، وللأشخاص اللي ما بيعرفوا يشتغلوا على Adobe ما بتكون كمان هينة. So Canva for me is a good alternative. You can download the PDF لأنه نحن عطول unless شرق طلبوا منا نبعث Word document we need to upload عطول the PDF professionally. أول شيء it's more professional، والشيء الثاني لأنه إذا أنا عندي version تبع ال Word غير ال version تبع يمكن الشركة يوصلوا مغلبطين الكلمات. سو حتى فروم تكنيكال برسبكتيف افضل انا ابعثه بدي اف لانه توصل مثل ما هي، هم يوصلوا مخربطين او عم بستعمل فونت مش موجود عندهم. شو هي الكومن ميستيكس اللي نحن عم نعملها بالسي في؟ اول شيء لما انا مثلا ساعات اكزامبل اكونت، ليه انا
job description CV تبع الاكونت كلهم بيشبهوا بعض. انا شو لازم احط بقلب CV؟ بدي احط شو الاتشيفمنت تبعي از ان اكونتنت. يعني انا قدرت اشتغل على 5 شركات كبار يمكن بيج كومبانيز، قدرت اشتغل كمان مع 4 ستارت ابس وخليهم انه انا عندي خبره اشتغل مع شركات صغيره شركات كبيره، قدرت اعمل اكس اماونت اوف ريبورت اند هاندل اكس كلاينت بهالقد وقت. الارقام very important بالسي في لانه بيفرجوا الاتشيفمنت. كل شيء بنقول انا عملت فيه كثير منيح، شو يعني كثير؟ بدنا شيء كوانتيتي. الكوانتيتي هي اللي بتخلي الشخص يحدد اذا انا رائع ولا لا، مش انا اقول عن حالي انه انا عندي the best person ever وانا اكثر حدا professional ever. ما في غير الارقام اللي بتخلي اللي عم يقرا السي في تبعي يصدق انه انا عن جد عندي هدول الصفات. الفول فورماتنج حكينا عنها، السي في كاستمايزيشن كمان حكينا عنها، سيلينج ادريس. هلا مثلا بكندا مجبور الواحد يحط الادريس تبعه على السي في، بس انا خصوصي بلبنان اذا عم بتقدمه I prefer people not to put the address لسببين. أول سبب إنه بتحدد دغري الشخص من أي طائفة وشو حزبه ومدري شو، بتخلق كل هالستيريوتايبس البلا طعمة اللي نحن بغنى عنها. النقطة الثانية إنه يمكن أنا عم أقدم على شغل ببيروت بس أنا عايشة بزحلة. فيمكن السيرفي يقولوا بدنا تجي اليوم من زحلة على بيروت، يمكن أنا حاسة براسي إجي أسكن ببيروت إذا لقيت شغل. فممكن هيدا الشيء يخلق كمان إنه يقولوا بلاها لأنه الشخص ساكن بعيد، لو هو مقرر على certain point يجي ويقعد حد الكومبانيز. أنا خصوصي بلبنان I prefer not to put your address. أكيد بكرة بالانترفيو معقول يسألوكم بس واحد يروح على الانترفيو الكلاب، بس ساعتها بتقدروا تجاوبوا يعني جواب كامل، ما بتتركوا محل في judgment تبعه. Incorrect spelling and grammar. بدي أخبركم شيء، أنا لما كنت بالمدرسة الإنجليش تبعنا ما كان أبدا منيح. صحيح انا بالياجلي بس كمان كنا نشرح بالعربي، يعني خاصه هندسه اغلب الوقت نشرح بالعربي. لما فتت انا على العراق ضبطت حالي ان انا احكي بالفرنش وبالانجلش، لو انبقعت كذا مره بالاول بس انه قلت انا خليني اندخل واقدر اطور الشغل تبعي احسن ما دام حبي ابعت قصص تتن ورا سكرين وما اقدر انا اطور اللغه تبعي. عم قلكم هيدا الشيء لانه اللغه عامل كثير ضروري، ما فينا نهمل الموضوع اللغة خصوصا بالإنجليش، خصوصا إذا بدكم تشتغلوا ريموت ورك. هلا حنشوف في واحد من الريموت ورك هو معمول بالهون بالمينا ريجن وفي منه بالعربي، وأنا استقصدت حطه لأنه في فيرجن بالعربي من الويب سايت، بس أغلب الباقيين بالإنجليش. So it's very important إنه اللي حاسس عنده ضعف باللغة يشتغل على اللغة، وبالسي في اللي حاسس الإنجليش لانجويج منا كثير قوية أو باللينكد إن يبعث لحدا يصلح له شوية سبيلينج والجرامر. فما نحط كلمات وجمل مش مترابطة، وما نستعمل جوجل ترانسليت نكتب بالعربي ليطلع لنا بالانجلش، لأن أغلب الأحيان توصل القصص يعني تكون بتبكي بالآخر الترانسليشن. فهذا very important، مش عايز ما تكون اللغة تبعنا كثير منيحة، بس لازم نشتغل عليها لنوصل لمرحلة كثير نحن قادرين نعبر بأفضل طريقة ممكن. بالنسبة للاينج بقلب السي، ما نكذب بقلب السي، يعني أنا قلت كثير مهم الفولنتير وورك، بس من أنا بلش أقول خواعد مرة وخواعد هون وهون، لأن أغلب الأشخاص صاروا بالإنترفيوز بيستعملوا شيء اسمه probing technique. يعني أنا بطلع شو كاتبين بالسي وبلش بسأل سؤال ورا سؤال ورا سؤال، صحيا ما حدا عم بيكذب يعني بينلقط بمنتهى السهولة ساعتها بالإنترفيو. اللي نحن لازم نعمله الشيء اللي اشتغلنا عليه نفرجيه بأحلى طريقة ممكنة، بس مش احكي عن قصص انا عملتها بينما بالحقيقه انا مش مقربه توبكم فيك يعني. So we should market ourselves، لازم نعمل ماركتينج لحالنا بس مش يعني مش ماركتينج على الطريقه اللبنانيه، نعمل good marketing positive marketing. ما نجيب بالسي في references available upon request، لانه هيدا هيك الكل يجب يزرعها بقلب السي في بالاخر ما لها عازه. اذا الشركه بدها تطلب reference رح تسألكم أن تسألكم عطوني رفرنس. Don't include it لأنه هيك بس بتعبي محل على الفاضي. The order of CV segments is important. إذا نحن كنا بعد students بالجامعة فينا نحط الـ education بالأول، بس إذا أنا عندي سنة خبرة وبطالة صار لازم أحط الـ segment تبع الـ experience تبعي قبل ما أحط الـ segment تبع الـ education، لأنه professional experience is very important. We should always add affection اسمها community work كمان بقلب الـ CV تبعنا لأنه كمان it's very important. آخر mistake number 9 sharing too much information. يعني أنا لما أحكي عن الـ experience تبعي أفضل شيء تكون bullet point.
لازم نتعود نوصل الفكره بطريقه كونسايز وقصيره، مش بدي اكتب باراجرافات قصه حياتي بقلب السي في لانه ما حدا بيرجع بيقراها، بصيروا جمل طوال. فافضل حط انا الاتشيفمنت تبعي كي بوينت واضحين بقلب السي في اللي بدي اقراهم كويكلي مثل ما قلنا بعشر ثواني يقدر تو هاف اكس بي اول ذا انفورميشن. للي بده طول يساعده فري طول كمان يقدر يساعده بالسبيلنج تبع والجرامر تبع الانجلش، فيكم تو داونلود جرامرلي. جرامرلي بتعملوا داونلود بقلكم حتى اذا الستركتشر تبع الجمله غلط او اذا الجمله كثير طويله، فمش بس مثل جوجل ترانسليت او مثل وورد بيصلح لكم السبيلنج، بيقدر يقلكم حتى كيف تضبطوا كجرامر بقلب الجمل. سو اتس ريلي هيلب. أنا أكتب الإيميل is very important. حتى بكرة بريموت ورك بكون ببعث إيميلات، الإيميل is very important. لأن أول شيء بنبين إنه نحن very professional. My way هي إنه بالسبجكت على طول أنا بحط توشير. يعني مثلا بدي أبعث أنا إيميل هلا لرفيق جمال جريفن ليدرشيب، حط أنا بقلب توشير جريفن ليدرشيب يمكن واللي هو الويبينار تبع الانفورمد فايتنج انفورمد هارد تايم. كثير الشخص اللي عم بشوف الإيميل قادر من السبجكت يفهم هيدا الشخص شو بده، ما تحط سبجكت هاي أو هلو أو ما بعرف قصص مش واضحة، لأنه بكرة يعني أنا مثلا بيوصل 300-400 إيميل بالنهار. إذا بدي أعمل سيرش كل ما نحن كان السبجكت تبعنا واضح كل ما قدرنا نحن نلاقي الإيميلات كمان أسرع ومنسهلها على الأشخاص اللي عم يشتغل معها. لازم نحط سيجنتشر بقلب الإيميل بالأخير، إيميل سيجنتشر بالآخر، وهلا حفرجيكم شو هو اللي بيساعدكم تخلقوا سيجنتشر تبعكم. السبيلنج بقلب الإيميل مهم، وحتى بالإيميلات فينا نحط بوليت بوينتس بيكونوا ويل كونسايز وكمان ما يكون فيهم جرامر مستيك. ما نستنشق يعني أنا يوم بيوصلني سيريات بيكون عاملين أتاش للسي في، لا فهمت لأي بوزيشن ولا فهمت مين قايلهم يبعثوا لي السيريات أصلا، بصير واحد عم ببطل بالآخر. أنا لازم أبعث السي في تبعي بإيميل مرتب الشخص اللي متلقاه يفهم بآه أزاز شو أنا بدي من هيدا الإيميل اللي بعثه. لازم نعرف مين الحق بالبيتسيس ومين بالبيتسيس. تو هو الشخص المعني دغري ياخذ دايركت اكشن على الايميل تبعي. البيتسيس هن الاشخاص اللي انا بدي اياهم يعرفوا شو عم بيصير، بس مش طالب منهم هن يعملوا دايركت انتر اكشن معي. هيدا حكينا عن الكروشير. البيتسي هي لما انا بدي هيدا الشخص يوصله هيدا الايميل، بس اذا رجعنا عملنا ريبلاي لبعض بقلب الايميل ما بعود يوصلهم بالنكست ايميل اكسشينج. حكينا على البوليت بوينت. اذا انا بشجعكم كلكم تستعملوا اوتلوك، يعني لانه ما في انا كل مره انا مرات كثير بشتغل ما بيكون عندي انترنت كونكشن، بيكون عندي الاوتلوك اللي فيه هو اوفلاين فيرجن تبع كل الايميلات تبعي، حتى برد على كل الايميلات وببعث ثاني، ما بينبعثوا الا ليصير عندي انترنت كونكشن. بس حتى اذا بدكم تفتشوا على معلومات افضل يكون عندكم لوكال كوبي للايميلات، مش كل مره يكون مثلا عندي انترنت بقدر الاقي حيلا معلومه اذا هي موجوده عندي. نصيحه ثانيه لكل اللي عم يشتغلوا بالبيت، بليز تاكدوا انه كل الدوكيومنتس تبعكم حاطينهم على الكلاود، يعني يا اما على دروب بوكس يا اما على جوجل درايف، لانه في كثير هلا فجأة بيحترقوا اللابتوبات تبعهم بيقولوا هي خسرنا شغلنا وما عدنا لقينا شيء. لما نعمل نحط كل الدوكيومنتس تبعنا على الكلاود، ساعتها لو احترق كل شيء عنا انا بقدر اجي اعمل لهم داونلود من محل معين و it's secure. So this is on a side note. بالنسبة للإيميل سيجنتشر فيكم تستعملوا وايت ستامب مثل ما شايفينها هون على الديسكتوب. هلا ما ضروري تحطوا بيكتشر بقلب السيجنتشر، فيكم تحطوا عادة لوجو تبع الشركة، بس إذا أنتوا you don't know how to design it ساعتها فيكم تحطوها. ومثل ما شايفين يعني أنا بالسيجنتشر عندي في كمان لينكد إن اللي بيدخل على الأيكون دغري بيفتح اللينكد إن تبعي أو فيسبوك أو something else. بالنسبة لينكد إن الأول ستار بروفايل كرييشن، هلا أنا I'm gonna try a different. Okay, we still have 15 minutes. So أنا I prefer كرمال لينكد إن حقلكم شو المين بنفيت أوت أوف لينكد إن، بس بدي إياكم تفتحوا سلايدو هلا أخير وتجاوبوا على سؤال اللي هو أنتوا how do you use لينكد إن before we proceed.
هلا بتسمعيني؟ So أنا في هيدا السؤال حطته select your activity on LinkedIn يعني أنتوا كيف تستعملوا LinkedIn I would love to know your answer بس لحتى لا أطلع إلكم quickly how to use LinkedIn and then I'm gonna send for everyone the two videos اللي بتلاقونا على channel اللي هن exactly يعني تما نحرق ال LinkedIn usage هن في two videos كل واحد 15 دقيقة exactly to cover LinkedIn أنا لما كنت بلينكدإن سان فرانسيسكو وقتها كنا عم نشوف الستاتستيك كان تقريبا بس 10-15% من اللبنانية أوريدي عندهم لينكدإن بروفايل. So I think already statistics مبينين هون عندهم هلا أنا I asked this question on purpose لأنه أغلب الأشخاص بيستعملوا لينكدإن for job search. عشان هيك أغلب الأشخاص ما بيلاقوا عادة job easily على لينكدإن. لانه لينكدين ما في افكر فيه بس انه المحل اللي انا بقدم فيه على وظايف لينكدين هو البروفايل اللي انا بخليني البلاتفورم اللي بتخليني اتعرف على اشخاص يقدروا يساعدوني لان الاقي اوبورتونيتي ريموت او اقدر الاقي وظيفه او حتى اذا عندي فكره وعندي ستارت اب بدي اوصل لانفستر بدي اوصل لكلاينت بدي اوصل كرمال البزنس تبعي لأنه هي مثل فيسبوك بس فور بروفيشنال ريزن بخبركم شيء حتى بالشركة الكبيرة اللي مثل فيسبوك أو جوجل أو سو أون الأشخاص إذا عندهم ريفيرال بقلب الشركة عندهم حظوظ أعلى بكثير إنه هن يتوظفوا بالشركة من حتى بس عم بيقدم على الويب سايت أو عم بيقدم على البلاتفورم عادي كثير يكون ما بتساهل بس لأنه بعرف شخص معين هو political reason أو معرفة لأهلي أو للفاميلي بيوقفوني لو أنا ما عندي ليد سكيلز بينما referral هو لما أنا أكون بشركة وأعرف أنه هيدا الشخص very skilled وإذا هو فات أو هي فاتت على الشركة عن جد رح يكونوا هيدا huge added value for the company وعلى فكرة في كثير من الشركة الكبيرة بيدفعوا على الموظفين تعولهم إذا عملوا referral وتوظف actually في الكمبوني لأن الشركات بيدفعوا كثير على recruitment cost تبع الموظفين الجداد غير الـ HR الشغل اللي بيعملوه غير إذا اضطروا يعملوا فيديو conferencing غير كل هيدا الوقت اللي leaders عم بيحطوه ليعملوا meeting وinterviews كل إذا أنتوا قدرتوا توفرون عليهم وتلاقولهم the right candidates ساعتها هني عم بكافوا الموظفين تبعوهم so referral is very important بس إذا أنا هلا اليوم ما بعرف حدا بهول الشركات ما في يقول خلاص راحت علي I don't have any friends. I go to LinkedIn and I go and I try to know the right people inside the company. في سؤال put a picture in the American system بيحبوا يحطوا صور وهيك لأنه it's more an open culture يعني. But I prefer the signature ما يحطوا الصورة تبعنا. However على البزنس كارد اللي انا عندي اياه مثلا انا حاطه صورتي على البزنس كارد بالابيض والاسود لانه لما نحن نروح على ايفنت او على يعني محل نعطي البزنس كارد تبعنا وهنا كمان one recommendation on the side لما تروحوا على ايفنتات بكره ان شاء الله بس نقدر نرجع نروح على ايفنتات بس فترة الكورونا مش كنا مجمعين معي 100 بزنس كارد بضرهم وكمان برشها على كل العالم it's not the right way لانه كل حدا بيطلع عادة ب 20-30 كارد واغلب الاحيان بحطهم على جنب وبيرجع بينساهم مع الوقت اذا انا حاطه حدا براس معين بدي اعمل هيك البروفيشنال كونكشن معه بطلب منهم انا البزنس كارد تبعهم لحتى ارجع اقدر ابعث لهم ايميل للقران مش بعطيهم البزنس كارد تبعي لانه هن ما عندهم انسان يرجعوا يحكوني سو بس كمان تو تيك ذس انتو اكونت I'm still a student and I don't know what to write about me in the about section in LinkedIn. أنا بعلم بالياسكيل وكل التلاميذ طبعا إذا أنتم شيء تحطوه بالجديد أو بالإنسان معناتها you are not doing enough حتى لو أنا student إذا عملت enough community work للبروجكت اللي عم بعملهم بـ
لها الكوميونتي ورك اللي عم بعمله كثير انه يعبي له قطن كثير منيح بقلب السكشن تبع الان او حتى بقلب السي. بس هون النقطتين، اول شيء انا بدي اشتغل على حالي، وثاني شيء بدي اعرف انه القصص اللي انا شغلها تنحط بالسي في مضبوط يس او نو. Is my photo in the CV necessary؟ لا مش ضروري بقلب السي في، عادة بتخلق بايسز كمان. ما بعرف يمكن نحن عم نقدم على حدا عم بيقدم من هون على اوروبا، يمكن اذا ما بيحبوا كثير العرب وحدا شكله عربي يمكن يحبوه، يمكن فايس فيرسا يمكن يحبوه مش انه العكس، بس الفكرة عادة بتخلق بايسز. هلا انا حاطط الابيض والاسود اسمها تشويس. وهون بدي اقول شيء بكل شيء خاص بالسي في وباللينكد ان، ما في شيء على طول only one right answer، هي على طول حسب الخطر اللي انا عم اقدم عليها، السي في اللي انا عم اقدم عليه لحسب اي شركه، شو الخطر تبع الشركه، اي بلد انا عم اقدم عليه. عشان هيك الكستمايزيشن اوف السي في از فيري امبورتنت، ما في one generic rule تضبط هي everywhere. عشان هيك انا على طول بنصح الاشخاص اللي عم بيقدموا على شركه يجربوا على الاكس ان، يلاقوا موظفين بقلب هيدي الشركه يحكوا معهم ويجربوا يسالوهم اسئله لحتى لا يفهموا مور اور لس كيف الخطر بقلب الشركه ماشيه ليعرفوا هن كيف يتعاطوا فيها. بلا هلا رح احكي على موضوع بس انا هيك I'm trying to cover as much points as possible، لانه كل مره we try to jump دغري على الاند ريزولت، بس اذا انا هول كلهم ما عمرتهم، لو كان عندنا 100 ريموت ورك بلاتفورمز I'm not gonna find any job. I need to work on myself. I need to develop myself. I need to know how to apply على هول البروجكت وعلى هول الوظائف لأقدر أكون ريموت. So أنا كان بدي ركز باللينكدإن على هيدا البوينت specifically، but again I'm gonna jump on LinkedIn لألكم إنه أهم شيء باللينكدإن is actually creating professional connection, reaching out للأشخاص اللي أنتوا حابين تعرفوا عن شراكتهم أكثر أو حابين تحكوا معهم أكثر ليكونوا your mentor يمكن، ليكونوا your referral بقلب الكمباني. إذا أنا البروفايل تبعي كان ضعيف، لو ضليت أقدم كل النهار على LinkedIn job انا ما بقدر الاقي وظايف ايزلي. في شيء بالسوشيال ميديا اسمه اندكس للبروفايل تبعك، الاندكس تبع البروفايل اللي هو ببين بالسيرش للريكروترز او كل الكومبانيز، ات اول ديبيندز على قديش انتو هيدا البروفايل قوي. البروفايل قوي اذا معبيين كل الانفورميشن على ان يور بوستينج، انتو ارائكم ببروجكت معينين باندستري معينه بدومين معين، وبالفيديو رح تشوفوا كل هول الديتيلز اللي بتخليكم كيف يكون الاندكس تبع البروفايل تبعكم قوي لحتى لا يقدر الريكروترز يلقوكم ايزلي على لينكدين. انا اغلب الاوفرز اللي بيجوني على لينكدين الريكروترز بيبعتوهم، مش انا اي ابلاي تو جوب، لانه اي انفست تايم وهيدا بده وقت. كل الشيء اللي انا قلت لكم اياه ات نيد ورك ات نيد تايم، واي ثينك انه نحن باللوك داون اللي عندنا اياه اتس ان اوبورتونيتي لنقدر نشتغل على هدول الاوفرز. Let me jump على الـ Okay. بالنسبة للجوب بلاتفورم بالأول اللي فينا نستعملها قبل ما نروح على ريموت ورك، I know you all know LinkedIn، بس ما بعرف إذا الكل بيعرف عن جلاسدور. جلاسدور كمان في 36 مليون يوزر بيستعملون. الحلو بجلاسدور إنه في تشوف ريفيوز عن الكومباني، هلا هون بلبنان قليل ما بيستعملون، بس خصوصا اللي بيكون حابب إن شاء الله لا ما حدا بيجرب يقدم برا لبنان، بس حتى اللي بده يقدم لبرا بس يسألوكم طب شو السالري اكسبكتيشن تبعكم. هيدول المعلومات عادة صعب الواحد يقدر يحددها، بس إذا بتفوتوا على جلاسدور بتشوفوا تقريبا مثلا ما بعرف بروجكت مانجر ببرلين هذا هالقد الافرج اللي بيقبض، فبصيروا تعرفوا انتم السالري اكسبكتيشن، تعرفوا بشركة معينة شو الأسئلة اللي بيسألوهم بقلب الانترفيو، وكمان اسوال هالشيء. سو أنا أي أدفايسكم كمان تو داونلود جلاسدور. وعلى فكرة عادة إنه on Glassdoor you might find jobs والعالم يحكوكم أعلى حتى من LinkedIn، بس on Glassdoor you cannot contact people وتحكوا معهم. عشان هيك عم بقول LinkedIn المحل اللي بتعرف على العالم، بس I could apply on another platform. Bait.com هي أكثر هون بالمينا ريجن، في بقلبها لأنه الأرابيك فيرجن وفي كمان الإنجلش فيرجن، فلو الأشخاص اللي بريحهم أكثر العربي كمان بيكون search for jobs on Bait.com، وبحطوا عليها مرات
الكونفرنسز او الايفنتس اللي هن عم يعملوا بالميتين. بالنسبه للريموت وورك لانه في الارت انه كيف انه قديش سهل الواحد يطلع مصاري على يوتيوب لانه في الوت اوف بيبل وانت تو بي كونسنتريتد على يوتيوب. بدي اقول لكم انه ليبلش الواحد يطلع مصاري على يوتيوب اتس نوت ايزي ات اول. انا مثلا يعني ما ايم نوت ايفن كلوز لاوصل لمرحله ابلش اطلع مصاري على يوتيوب لانه اول شيء بدي يكون عندكم اكثر من 1000 سبسكرايبر، بدي يكون العالم حضروا الشانل تبعكم اكثر من 4000 ساعه. 4000 ساعة يعني أكيد هون هيدا الانديكيشن إنه الكونتنت كرييتد إناف وحلو إناف وبده كثير شغل من الأشخاص اللي عن جد بده يكون شغله كونتنت كرييتر أو بده يجرب أو وات وي نو أز إنفلونسر بالدارجة، بده شغل كثير للواحد يحافظ على الكواليتي وعلى الكونتنت. إتس ريلي أ فول تايم جوب، ما حدا يفكر إنه اللي بيعمل هذا الشيء ما بياخذ منه وقت، بس اللي بتنقص معهم مثل محمد عبد الرحمن طلع من فيديو واحد لأنه وصل ل 57 مليون فيوز كان عم يطلع 10,000 دولار بالشهر. So it's an option إذا حدا بيعرف عنده a huge value of content that you want to share on YouTube. بالنسبة ل remote work application في سؤال كمان هلا على سلايدو على remote work application. Can you try please to answer it? We're activating the question. Yes. So, but I want to know who has previous experience and working remotely. We're gonna wait just 1 minute. So the أغلب more or less did not work remotely before. هشوف أنا وياكم هلا شو هن remote work platforms اللي هن top 10 almost remote work platforms اللي فيكم تقرأوا بروفايلز عليهم وتشتغلوا. في Upwork وهون إذا بتشوفوا أنا أصلاً حاطة بكل بلاتفورم شو هي الأشغال اللي نحن فينا نعملها. يعني أنا إذا كنت عندي محاماة background legal I could find job. كل شيء accounting consulting sales and marketing. أنا بفوت على Upwork في محل تخلقوا فيه البروفايل تبعكم بتعبوا كل هدول الديتيلز. الديتيلز اللي بتعبوها هي اكزاكتلي مثل الديتيلز اللي على يور سي في او على يور لينكدين بروفايل. بترجعوا بتشوفوا مجموعه جوب ومجموعه وظائف تو سبمت ا بروبوزل. كيف البروبوزل اللي بتقدموه تو جيت فاند يمكن اذا عندكم انيشيتيف بدكم تعملوها؟ بتكون شركه حاطه انه انا مثلا ما بعرف بدي حدا ليجل ادفايزري يعمل لي 1 2 3 4. سو انا بروح بقدم بروبوزل ليش I'm the best person to fit هيدا الجوب. هن بيرجعوا من الجوب ابلكيشن كاني عم اقدم على وظيفه عاديه على من البروبوزل اللي هي كانها قبل لتر اذا بدكم مثل بالشراك. هن دايرين تعرفوا صم بيبل وبيعملوا معهم انترفيوز اللي هي بتشبه كثير الانترفيوز اللي بنعملها نحن على فول تايم جوب لانه في كثير من الوظائف اللي بتنحط على هدول الريموت ورك بلاتفورم هن اشياء على 6 اشهر او على سنه. في حتى قصص اكستندبل يعني انا اي نو بيبل صار لهم تقريبا 5-6 سنين بيشتغلوا على ابورك مع وان سنجل كومباني. وانا اول ما بلشت الثوره بلبنان عملت ايفنت استقبلت فيه تقريبا شي 10 اشخاص. حدا كان في ليدي خاصه للبزنس طبعا في سوفت وير ديفلوبرز لانه اتس ايزي يعني عمل هيدا الشيء ريموتلي. بيبل فروم كومبليت ديفرنت باك جراوند كانوا عم يشتغلوا وعم بيطلعوا مصاري على Upwork. سبب انه انا اي ونت بيبل تو بي كونفينس انه عن جد فينا نشتغل عن بعض وعن جد فينا نطلع مصاري. ما تفكر انه هيدا بالعالم المثالي معقول نحن نلاقيها، لا في اشخاص في ستودنتس حتى مش متخرجين عم يقدروا بس طبعا بيكون عم يعملوا بيدنج على بروجكت يمكن بروجكت بيكونوا خير او لايف يمكن بيكون في مرات ار اند دي ريسيرش في مرات شركات بدل ما يعملوا هن ريسيرش مع
معينه and then to upload the proposal. So في لمختلف المهن في لمختلف الدرجات اللي الواحد معيها ولا different level of skills. بس الواحد بده يواظب يعني أنا مش بقدم على شغل أو اثنين أو ثلاثة على أبويت ما بيرد علي يقول خلاص ما مش الحال. كل شيء بدنا نجرب at least 10 times لحتى لا يمشي الحال خصوصي على التقليعة لأنه بكل هول remote work platform بروفايلاتكم بيكون أنا لا شيء في ريتينج ما بيكون حدا عملكم ريتينج بعد ريتينج تبع قديش أنتو قديش أنتو عم بيكون البرفورمنس تبعكم أو قديش عن جد عم تشتغلوا مضبوط ما بيكون حدا عملكم ريتينج ما حدا بيعرفكم تقليعة بتكون صعبة بس عادة وانس الواحد يقلع على هول remote work platform بيصيروا عطول يجيكم انتو البروبوزلز يعني حتى في سام اوف ذا سايت بيصيروا الشركة هن تريتش اوت فيو ويعطوكم انتو يعني نومينيشن لحتى تصيروا انتو عم تشتغلوا على البروجيكت يعني في ليدي شي واز ان انفيشن اللي كانت معنا بالايفنت عملت وان بروجكت لشركه صارت الشركه تحكيها على طول بلا ما ترجع تحطه على ابورت لل وساعتها المصاري كلها لأنه مش مصاري فأنت أفورد كمان زي تيك 25% هيك بيطلعوا مصاري remote work platform إنه بياخذوا نسبة من الأرباح تبعكم يعني إذا أنتوا بدكم تاخذوا ما بعرف $100 على البروجكت بياخذوا مني 25 بيصاركم أنتوا $75 بس it's a way to build هيدي بلاس مع الكمبانيات ممكن تصيروا أنتوا كمان يوديني مع بعض يعني برات إطار البلاس على Upwork مثلاً بتشوفوا إنه الأشخاص اللي شغالين كتير على حالهم في محل كأنه إذا بدكم Wall of Fame يطلع يعني الأكثر أفضل فريلانسر هم عم يشتغلوا أو top freelancers فهول الأشخاص بتلاقوا الشرك دغري ساعتها ممكن تريتش أوت تو ذم بس إنه هدول definitely مش من أول يوم صار البروفايل تبعهم in the best 10 freelancers it could find وبالنسبة للتسعير لأنه أنتوا في كتير بيطلبوا تسعير يمكن by Monday or per hour لما نحن نحسبوا هو بالشهر لأنه نحن بس نقول بالساعة نقول شو $10 بالساعة ولا شيء بس أنتوا فكروا فيها أنه عادة نهار العمل 8 ساعات يعني $80 $80 بالنهار ضربوها ب 23 نهار يطلع معكم قديش المعاش بالشهر ما تشبقوا الأرقام عالية كتير لقديش المبلغ بالساعة أتليست بالأول بس نفس الوقت ما عم قلكم الشغل صخرة يعني بس تكون هيدي الأمور واضحة بس أنه أنا كثير شوف أشخاص بيكونوا student أو junior عم بيحطوا مثلاً $50 بالساعة ونحن هون شفنا أنه حدا من top freelancers حاطط $50 بالساعة فما تحطوا الأرقام كثير عالية هون bear in mind أنه ما تخلوا العالم يهربوا بس من وراء المبالغ اللي حاطين في نبش نبس هيدا I added it on purpose لأنه كمان في منها بالعربية وهي أكثر لشرك كمان عم بفتشوا على freelancers in the MENA region وكمان هون بتشوفوا كل الكاتيجوريز الأشغال اللي معه تقدروا تشتغلوها على نبس هلأ نبس بيشتغلوا هن بيعملوا الماتشينج بين الشركة وبين الفريلانسر مش مثل Upwork Upwork أنتوا بتقدموا proposal وهن they reach out to you بينما البزنس موديل تبع نبس إنه هن بيعملوا ماتشينج بين الشخص وبين البلاتفورم هلا انا نصيحتي لانه حنشوف 10 بلاتفورم don't go today and create profiles على 10 try to choose افتحوا البلاتفورم بالاول شوفوهم شوفوا ايه بيريحكم اكثر try to do some research انتوا لتشوفوا ايه احسنكم and try to use two ما كثير تعملوا توزعوا الافورت تبعكم عليهم كلهم لانه ما بتقدروا تطلعوا بيرفكتلي بيكون البروفيشن قوي على بلاتفورم معين. في عندنا كروس اوفر. كروس اوفر هي من اكثر البلاتفورمز اللي بتعطي مبالغ عاليه يعني اذا شايفين هون انتم $800 بالسنه $400 بالسنه المبالغ كثير عاليه بس بسالكم عاده كيف كروس اوفر بيشتغلوا. يعملوا لكم اونلاين تاسك بقلوكم if you cross هيدا online test you're hired directly but it's very 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 hard to cross هيدا test بس definitely في عالم بيقطعوا لتاس عشان هيك بيقدروا يلاقوا وظايف so cross over اللي هي highest paid تقريبا بس اللي تقدروا انتوا to land a deal فيه او to land a job فيه it's not easy at all flex job كمان اللي هي فيها remote work لأنه في أساس يمكن بيطلبوا من الواحد يكون full time available على 6 أشهر
فلاكس جوب بتلاقوا اكثر نوع الوظائف اللي انا فيه مثلا خط الساعه ساعتين او ثلاث ساعات بالنهار مش اكثر. وكمان في بقلبه كل هدول الكاتيجوريز تبع الشغل. So everyone could have a chance. حتى مثلا اللي بيشتغلوا بالانشورنس اللي بيروحوا ببيعوا الانشورنس كانوا لكل حدا every day. هلا مع الكورونا كل العالم قاعده ببيوتها. It's not an easy task anymore. بس فيهم هيدا الاكسبرتيز اللي عندهم اياها والسكيلز اللي عندهم اياها يقدروا يستعملوها on this platform. في كمان mouse.com. هلا هيدا اكثر بتستعمل بارض يوروب. واكثر يعني كمان زياده بتستعمل بالتك. بس انه this is the platform اللي اكثر شيء شرك من اوروبا بحط عليها وظائف. وهيدا كمان انتو تشك لانه كمان بريموت ورك. ما بعرف كمان إذا بتعرفوا بأمريكا كثير صاروا عم بحطوا ريموت ورك لأنه دونالد ترامب عملها كثير صعبة إنه أشخاص يجوا يعملوا لهم سبونسرشيب ليأخذوا فيزا عمل ليروحوا على أمريكا. سو كثير أغلب الشركات صاروا عم يعطوا ريموت ورك. بس هون يو نيد تو تيك إنتو كونسيدريشن الديفرنس بالتايم لأنه رح تضطروا تعملوا ميتينج معهم. سو كمان تكونوا بس محضرين لهذا الموضوع إنه يمكن يردوا عليكم بالليل. سو يو نيد تو بي فلكسبل من ناحية الكوميونيكيشن إذا كانوا الشرك بتايم فريم كثير ديفرنس. كمان في فريلانسر وأجل هيدول أنا حطيت التوب 10 في محل معين بيشبهوا بعض هيدول البلاتفورم. أنا personally I've worked on Upwork before. يعني I see it one among the best. بس Upwork من الأشخاص اللي بياخذوا أكثر شيء نسبة اللي هي 25% وليك كمان بياخذوا نسبة أقل. So again I would advise you also to go and try to check. فريلانسر تقريبا it's more related to technical work. مش كل الوظائف أكثر technical work. في قصص ثانية بس ما كمان ملاحظين إذا بتشوفوا هون it's more related to people مع programming or technical background. كمان سبتار وإذا هون شايفين مثلا مثل سبتار.com إذا بتطلع هون بتلاقوا مثلا Airbnb. في شركات كثير كبار بيحطوا freelancing jobs لأنه مش بس أنا يعني الشرك مطيئاً كل ما عنده project يجي يوظفوا حدا full-timer عنده. مجبورين محلات كتير يصير يوظفوا أشخاص for a certain period of time بس as freelancers حتى لو لست شهور أحسن ما أنا أجيب حدا full-timer وأوصل لمحل عم بدفع معاشات لأنه المعاشات is something huge على الكومباني ما يكون عندي enough project. So ما بدي تكون نظرتنا لريموت ورك as إنه مثل شغل الفريلانسر إنه شركات مش مهمين لأنه بكرة بس تفتح الويب سايت and you navigate فيهم حتشوفوا إنه top companies worldwide are trying to seek freelancers and that's why they pay a good amount of money. كمان في outsourcery في فلاي هون خصوصي للأساتذة. هيدا اللي أنا دلالة عليا صراحة رفقات اللي هن بالعراق لأنه كمان لما محل معين ما عنده يقدر يطلع من العراق من البيت محل يقدروا التيتشرز يحطوا الكورس تبعهم أونلاين ويعملوا برايفت تيوترينج أو حتى يقدر يكون عندهم يعني الكورس لأنه so هيدا أكثر أورينتد تيتشرز. وهون الأفرج حاطينكم إنه تقريبا الأستاذ اللي بده أو المعلم اللي بده يقعدوا وقت على هيدا الأبليكيشن عم بيطلع $550 on weekly basis في الأسبوع. هيدا on average. فهيدا مينلي اورينتد اكثر للاستاذ او الاشخاص اللي بدهم يعملوا منتري او كوتشنج 1 اون 1 بس ستودنت 1. كمان وي هاف جوجل ابلكيشن وهون اذا بتشوفوا عندنا 800,000 شركه بتحط على جوجل فريلانسنج جوب صاروا دافعين 1 مليون انفويسز فور فريلانسنج. يعني اجين عم حطهم انا هدول بس تشوفوا سكيل وقديش الأفق واسع بالريموت ورك. حتى لو تحسن وضع لبنان حتى لو الفاينانشال كرايسيس يمكن إن شاء الله بتخف ومع الكورونا it's always a good option للأشخاص اللي ما بيحبوا يضلوا قاعدين محلهم. يعني في أشخاص بيحبوا يقدروا يشتغلوا من محل ما بدهم. ريموت ورك gives هيدا الفلكسبيليتي للأشخاص اللي هن ما بيحبوا يقعدوا محل واحد ينشغلوا بيحبوا يقدروا يشتغلوا ويكونوا productive wherever they are. So this is a good opportunity. I'm not gonna go into هيدا الفكرة in details very high level. لما تصيروا كتير قوية البروفايل تبعكم على الريموت ورك بلاتفورم يعني مثلا ما بعرف فرضنا شفيق عم يشتغل على الريموت ورك بلاتفورم وصار
كمان البروفايل تبعه كثير كبير وعم يجي كثير بروجكتس اكثر ما هو بيقدر يحمل. يو اكشلي في كثير عالم they hire people in the background. يعني انا بوظف اثنين معي بالتيم البروجيات اللي عم تجي بشتغلهم انا وياهم، بس بنكون عم نستعمل لانه هون كفريلانسر يو كان كريت بروفايل اس فريلانسر مش از كومباني. فبكون انا يمكن بروفايل لشخص فريلانسر بس ان ذا باك جراوند بكون عندي يعني ثلاث اربع اشخاص عم يشتغلوا وانا بقدر اقسم المهارة تاعت عليهم. هاي ذا لاست بوينت بيفور نيكست اون انا اخذكم 12 دقيقه. بيانير هي اكزاكتلي مثل باي بال. لما تتعمل لكم اول ما بلشنا بالسيشن انه هاو يو وانت تو جيت بيد بريموت ورك فيكم انتم تحطوا بنك اكونت، بس اللي هو خايفين انا مو يعني مثلا بعطي عوده هلا عم يعطي الفريش ماني بيطلعهم، بس انا اي دونت تراست بيانير بنك كل يوم بيطلعوا بخبريه جديده. بيانير هي اكزاكتلي مثل باي بال كارد، شركه بتحولكم عليها كانه معكم انتم ديجيتال واليت كثير كانه واليت صايره. هلا من الكارد فيكم تحولوا على البنك اكونت تبعكم از فريش ماني وتسحبوا الدولارات، فيكم من الاي تي ام تسحبوا، فيكم اذا سافرتوا تستعملوها برات لبنان. عشان هيك قلت لكم انه اتس نوت اوبتيمال لانه مش اكيدين انه البنوك رح يعطونا هن كلهم بالدولار، بس على الاقل الواحد عارف انه هدول المصريات عندي موجودين بقدر استعملها كدبت كارد عاديه، بقدر استعملها برات لبنان، وإذا حدا سافر برات لبنان في توز درول ماني من برا أو حولها لأي بنك أكونت بديه وأسحب المصاري منها. أنا عم تراين تو دو أديل مع تايانير لأقدر لأنه هنا بياخذوا على ترانزاكشن مصاري تو تراي تو جيت أ سيرتن ديل للبنان لأنه تراين تو أدفوكيت فور ريموت ورك يقدر هم يشتغلوا. أنا مش طالع لشيء يعني بس أوضحها، بس لأنه هلا كل ما نحن نسحب 100 دولار بياخذوا يمكن 5 دولار تايانير من الكارد. So, كيف إذا نحط برومو كود معين كثير بياخذوا أقل، بس definitely بدهم يكونوا في عدد أشخاص معينين طالبين الكارد لحتى يقدروا يعطوا هدول ال discounts على المبالغ اللي بتتحول. عم جرب بس أشرح لكم هن فايونير كيف بيطلعوا مصاري. بيطلعوا مصاري بهيدي الناحية إنه أنا لما I withdraw money أو بحول على البنك أكونت يا بياخذوا 5 دولار يا أما 0.5% أو هيك different rate. بس هيدي الويب بيج تبعها اللي فيكم تعملوه يو كان جو كرييت ان اكونت على بايونير وبدكم تطلبوا الدبت كارد لتوصل على لبنان. عاده بتاخذ الدبت كارد شهر لتوصل. هلا انا اي وود سي اذا عملتوا اليوم الاكونت وطلبتوا الدبت كارد لتوصل على لبنان على محل معين، مين وايل بلشتوا انتم تعملوا البروفايل تبعكم يعني التايم فريم از يعني كثير منيحه، بس انه انا اي وود ادفايس تو دو هيدا الكارد as soon as possible لأنه حيالله حدا بده يدفعكم من برا. أنا عم قبل حدا يدفع يحول على هيدا الكارد على أنه يتحول على الباص ويلا جوا، يعني this is a personal choice. بس أنه it's always كلام دبس مع الوضع الموجود هلا لأنه نحن we don't have PayPal and all of that كمان. I'm checking بعد الأسئلة. هلا بدي اقول انا شيء هلا انتو يو كان كونتاكت مي اف يو وانت اون لينكد ان. اشخاص عم يسالوا اذا فينا نعمل اكثر على البيرسونال براندنج انذر سيشن، فيل فري تو جو اون يوتيوب تشيك مي افيلبل فيديو تو افويد ريدندنسي. واذا يو نيد توبيك معين تو كفر ات اي ويل بي هابي تو دو ات اند تو بوست ات كمان هونيك ديفينتلي اذا لقيت انه كذا شخص كمان عايزينه لهذا الموضوع اي بي مور ذان هابي تو دو ات. و بدي اشوف بعد كمان let me put the question. I would like to tell you if you have any questions, please try to write them down. لحتى لما أخذكم أكثر من هيك discussion. No question? كله crystal clear. طب who is interested to work in remote work هلا؟ فيكم تعملوا unmute لشوف كم حدا interested هلا بريموت work وحيجرب يستعمل الابلكيشن. في ثلاثة أربعة فيك استثمارات بس البقوة حتى الفيديو هدم يعني so I don't know. Anyway أنا بس بدي أقول لكم إنه hopefully it was beneficial for you. إن شاء الله بعد هيدي الأزمة نرجع يعني نعملها face to face.
training and انا I used to do a lot of key workshops يعني حتى بالمناطق بلبنان جربنا تكون سريعة بساعة تطيقة تغطيناها سرعة لأن we wanted to wrap it up with أكيد سارة thank you so much. بس ندار موتيفيتر وما نصير ديكاس لأنه أنا حتى مع يعني التلاميذ والأشخاص اللي عم بشتغل معهم كله هيك بحس إنه في هيك أجواء people are down but I don't think we have another option غير ندار عم ننبش على الشيء الحلو وندار نشتغل على حالنا and the team هيك process اللي moving forward. سارة thank you so much عم تسمعيني. Absolutely exactly. System for what exactly? ما بعرف إذا هون قصدنا على الـ tracking system بالـ full-time job ولا على الـ remote work platforms بس إجمالاً كل remote work platforms عندها their own way of notifying the people على الـ applications طبعاً وعلى الـ proposals طبعاً إذا تقدم كرمال طيانير اللي أرجع أشرحها أنتوا بيصير عندكم هيدا الـ card الشركة بتحطوا رقم الـ card طبع طيانير مثلاً فرصوا الشركة بتحولكم $50 تحط $50 يعني كل أنا عندكم حساب أنتوا حساب إلكتروني إذا بدنا ديجيتال أكاونت موجود في محل على الكلاود إذا بدنا فبتحول الشركة $50 على هيدا الديبت كارد اللي هي تبعكم أنتوا من الصار فيكم تحولوا على البنك أكاونت تبعكم أو تو ويثدرو كاش من الـ ATM بس هلا بلبنان ما في دولار بالـ ATM يعني International restriction هلا بايونير بلبنان ماشية لأن نحن we're using it ماشية في حي الله شركة بالعالم فيها تحول على البايونير كارد وبلبنان البنك في لبنان بيقبلوا حولوا من بايونير على البنك أكاونت تبعكم وإذا أنتم معكم إياها وسافرتوا you can use هيدا الكارد برا عم نسأل على الريجيم الكليني صح هلا هن في منهم بيقولوا لكم تعملوا أبديت بس بالنسبة لما نحكي نحن I don't know anything about the job fair to be very honest
بس انه كلمة available in Lebanon we all know في عنا VPN يعني ما في شيء انه available or not in Lebanon we can all open VPN انا احنا بسنغافور او US or whatever you can يعني you can work on it so هيا يلا شيء بتلاقوا انه restricted access من لبنان you can download the VPN tool and try to log in and navigate سوري انا عم شوف 34 I don't want to miss anything. Should we add job-related skills on the CV? Hello. أكيد أنا definitely I need to add my skills on the CV. But أنا بدي أحط كمان skills تقولي قديش هن قوية. I just want to try to show you something. وهنا أنا مثلاً بتشكن Thank you. To give you an example, I got my latest degree. اللي أنا عم بشتغل فيه مع بعض. مثلاً هون بتحس في حاطتون هاي الفارس ال infographic that we can use. يعني مثلاً حتى computer mobile network حط additional level تبعي حتى باللانجويج نحط additional level. هلا باللانجويج بس النيتيف لانجويج نعبيها البقوه لا كل شيء سيرتيفيكت بنحطهم اذا اخذين اووردز او اونرز كمان بنحطهم اديوكيشن محطوطه مثل ما شايفين في سكشن كبيره خاصه بالكوميونتي ورك وفي فوق الورك اللي هو من عمل مع البلاتفورم يعني الافيلابيلتي تبعنا على السوشيال ميديا وهون تحت الاسم حتى انا الهيدلاين هيدا الهيدلاين هو ذاته اللي موجود على الاسم اللي هو مثلا شو اول ليبل بدي العالم يعرفوني فيه لهيدا الجوب اللي انا عم اقدم عليه يعني هيدا انا عم شايف لانه مع الكومباني that I'm working with remotely كمان هلا في UAE so I'm currently working as a product slash project manager so I want to orient my CV to tackle this point perfectly في ريتشارد عم بقلكم if you pass a certain exam above 100 you pass cross over هلا كروس اوفر اجين كمان الستاف تبع كروس اوفر كمان الديفرنس على ويتش تايب اوف جوب كمان يور ابلاينج انا اي ود هاف لاف تو انسر اول يور كويشن بس انه اي اوريدي كلوك 30 مينتس من الوقت تبعنا بس هيك انا بس بلش على طول هيك بتحمس و اي لايك تو سي اول ذا انفورميشن بيفور وي راب اب I'm gonna wrap it up now. Really, I hope again it was great for everyone. Stay safe. بتمنى عليكم تعملوا فولو لسارة وتعملوا فولو لجيف ليدرشيب وهذا هو I will share أنا ما شفيق هلأ اللينك تبع الشانل والبي دي اف so feel free كمان to contact them على جيف ليدرشيب if you need more details about this لحتى لأنه أعمل لكم presentation أنا أبعثكم anything that you want Thank you so much. Bye. Thank you, Sarah. Thank you so much, Sarah. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye.